اي يا حبيبتي، نزلت ولا لسه؟ يا حبيبي اهو خلاص هنزل. طيب قابلك انت ونادين في النادي بقى عشان نعمل عنك ياسين الاشتراك، وبعدين نقعد نتكلم معاه نشوف ايه رايه في الموضوع اللي اتكلمنا فيه ده. ماشي يا حبيبي خلاص. امال فين ماما؟ مش سامع لها صوت يعني؟ لا دي شكلها مش هتزعل النهارده خالص. خير لما اجعله خير. بتقول ان هي نازله تقابل حد في النادي. لا وايه متشيكه قوي. حد؟ حد مين؟ ما اعرفش، بتقول عندها ميتنج. ماشي حبيبتي، شوفي كمان شويه. ماشي يا حبيبي. قولي لي بقى يا ماما، الاحمر ولا الازرق؟ لا الازرق احلى، خليكي في الازرق دايما. ماشي. انس، هو انت نازل؟ حبيبتي هوصل لحد النادي بسرعه كده واركب. خير؟ واحد صاحبي عايز يعمل اشتراك، وانت عارفه ان مدير نادي صاحبي فهظبطه. طب نلبس ونيجي معاك. اميره من يوم ما خلفت وهي قاعده في البيت، اهي تخرج تشم شويه هوا بدل ما هي عماله طول اليوم تشم في البامبرز. ايوه طنط، بس انا هبقى قاعد مع اصحابي، يعني انا مسافه سكه وارجع على طول. طب ما انت خارج، كمل بقى جميلك وخدنا معاك، هنقعد نستناك لغايه ما تخلص مع صاحبك، وبعدين نتغدى سوا. اي حاجه احسن من الكتمه اللي احنا فيها دي. بس نجوى والبنات هيبقوا هناك. طب وفين المشكله؟ احنا نقعد على ترابيزه وهم على ترابيزه. انا هروح البس والبس هاني. خديني معاكي. يلا يا ماما.